السادة والسيدات حضور الكريم، بداية باسمي وباسم رابطة فيدرالية رابطة حقوق النساء، تزويج الطفلات التي لا تزال قضية رهينية وخطيرة والتي أتت بها أو التي كانت مرجوة في مقتضيات حقوق الأسرة حين صدرها في 2004. أرجع هذا اللقاء العلمي التواصلي مع جمعيات المجتمع المدني في موضوع تجويز القاصرات، أي حماية. طبعا كان هذا اللقاء مناسبة لطرح دراسة تشخيصية قامت بها رئاسة النيابة العامة في معطياتها الواقعية والقانونية، كان مناسبة للتعبير عن الإرادة السياسية للدولة في تقليص من هذه الظاهرة التي تعرفها المملكة المغربية، كان مناسبة لتصحيح بعض المفاهيم القانونية وتبادل الرؤى المختلفة على حسب التيارات المعتمدة من طرف جمعية المجتمع المدني، وكانت الحصيلة جيدة حقيقة، لأن الجدال حول المعطى القانوني سواء في على مستوى الدولي وعلى مستوى الوطني في إطار مدونة الأحوال الشخصية والمصلحة الفضلى التي تبناها المشرع المغربي في المادة 20 بل مادة 19 وما يلي من مدونة الأسرة في تجويز القاصرات استثناء، وكانت مناسبة أيضا للتوضيح على أن هذا الاستثناء يلزم تقييده وتدبيره بإجراءات فاعلة من طرف القضاء الموضوع ومن طرف النيابة العامة التي تمثل الحماية القانونية للطفل القاصر. كاين دارج هاد النشاط في اطار مشروع بركه شباب ضد العنف اللي الهدف منه هو التوعيه والتحسيس ديالو لارج بوبليك على قضايا المتعلقه بالعنف ضد النساء والفتيات، تقويه قدرات المجتمع المدني وبما فيهم منظمات الدفاع عن حقوق النساء، وفي كاخر محور الترافع من اجل اطار قانوني اللي كيضمن المساواه واللي كاين هاد العنف بجميع اشكاله ضد النساء والفتيات. هذا المشروع كاين دارج كذلك في اطار الرؤيه الاستراتيجيه لاوكسفام اللي بغات من خلالها انها تساهم في بناء مغرب عادل، مغرب المساواه اللي كيضمن جميع الحقوق ولا الولوج للخدمات والولوج للحقوق والممارسه ديالها بالنسبه للنساء والرجال الفتيان والفتيات في بيئه خاليه من العنف، بيئه شامله وغير تمييزيه.